معي من الرماد اللواء احمد البلاوي معاون قائد حشد الانبار. مساء الخير، اهلا بك معنا سياده اللواء. نتحدث عن الحمدانيه قرب الموصل، اهميه التقدم الى هذه النقطه، استون كارتر في بغداد كما نعلم، وبالمقابل هذا التقدم داعش يكثف من العمليات الانتحارية بالموصل. هل ممكن بداية أن نلخص هذه التطورات وما الأكثر أهمية فيها؟ نعم، تحية لكم. حقيقة هذه معركة الموصل لا تختلف اختلاف تام عن معركة الرمادي. داعش معروف وأنتم أيضا تعرفونه، أنا أحللكم من الجانب العسكري، المنطلق العسكري. داعش عندما يرى نيران كثيفة من أبطال الجيش العراقي وجميع الألوية والصنوف والمشاركة معه، يستخدم العمليات الانتحارية. ولكن ثقوا بالله، هذا التقدم العالي الآن في الحمدانية وفي القرى الأخرى القريبة عن الموصل، هذا التقدم ما هو إلا عبارة عن طفرة نوعية وقفزة نوعية للجيش العراقي الباسل البطل. فلا يهمكم ولا يهم العراقيين ما يقوم فيه حاليا داعش المجرم من عمليات انتحارية، لأن عملياته الانتحارية خابت بالفشل، وتوجد 5 عمليات انتحارية طقت لحالها، طقت بيهم بعضهم مع بعض. وأطمئنكم الاتصال مباشر معهم، نحن وهم على أتم الاستعداد لإنهاء هذه المعركة إن شاء الله مع القوات العراقية. نعم، القوات العراقية إن شاء الله قادرة على حسم المعركة فورا تحت غطاء الجوي للتحالف. طيب، حتى لو كان هذا ما حدث بالفلوجة، وكما قلت حضرتك يعني حدث سابقا، وطريقة تعامل داعش ومن خلال عندما تبدأ القوات العراقية باستعادة ما سيطر عليها هذا التنظيم الإرهابي، اللجوء إلى الفرار، لجوء إلى العمليات الانتحارية، إلى الانتقام. أمس نتحدث أيضا عن ما حدث بكركوك من قبل داعش، ولكن قصة حياة أو موت وفق الكثيرين اليوم الموصل بالنسبة لداعش. لذا نسألك، ما الذي تحضرون له بهذا الإطار وتتوقعون حدوثه، وتقومون بأي إجراءات استباقية؟ رأس داعش بالرقة كما يقال اليوم، وقلبه في الموصل. نعم، بالتأكيد كل ما تكلمتي حضرتك عن هذا الموضوع فهو تماما، نحن دخلنا معركة 2 و10 أشهر مع عصابات داعش المجرمة. عندما يتضايقون يفتحون ثغرة هنا وهناك، لقد فتحوا ثغرة في كركوك ويستخدمون وسائل الانتحارية، لأنه عرفوا جيد جدا أصعب مكانات كانت في الأنبار. قاتلناهم اللي هي محصنة لهم، قاتلناهم وقتلنا المئات منهم والعشرات القليلة فروا. هم أيضا عادوا هذه التجربة في الموصل، يعيدونها اليوم. طيب، سؤال أخير سعادة اللواء، المعضلة اليوم وفق كل المحللين والمراقبين المتابعين لموضوع الموصل وعمليات الموصل، المعضلة الحقيقية ليست بمحاربة وطرد 4000 من الدواعش، هي المشكلة الحقيقية، المعضلة الأساسية هي بالتعامل ما بعد خروج داعش. نعم، أنا أطمئنكم، كنا قد نقول نحن لسنا لدينا مشكلة في الأنبار، ولكن مشكلة مع داعش، ولكن مشكلتنا بعد خروج داعش. وبعد أن خرج داعش اتفقت جميع القوى السياسية والعشائرية، وها هم أبناء الأنبار يعودون إلى محافظتهم، ولا توجد لدينا أي معضلة. أطمئنكم، هذه صفقات سياسية يستخدمها هذا السياسي وذاك، ولكن نقول لهم بعض السياسيين الذين أياديهم غير نظيفة مع هؤلاء المجرمين،
نقول لهم مهما طبلتم ومهما زمرتم لا توجد أي مشكلة بين جميع صفوفنا. نعم. وخاصة أنه هناك دروس ممكن استفادة منها اليوم مثل ما حدث إن كان بالفلوجة أو بالأنبار. شكرا جزيلا من الرمادي اللواء أحمد البلاوي معاون قائد حشد الأنبار، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.